أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: تسجيل هزة أرضية جديدة بمنطقة الريف. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب الفيديو. سجلت مراصد الزلازل اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري هزة أرضية خفيفة بإقليم الحسيمة، وبالتحديد ضواحي جماعة أربعاء توريرت، وشعر بالهزة سكان المناطق المجاورة، حيث أكد بيانات المراصد أن بؤرة الهزة سجلت باليابسة. ووفق المصادر نفسها، فقد سجلت الهزة على الساعة الواحدة زوالا و34 دقيقة، وبلغت قوة الهزة 2.4 درجة على سلم ريشتر. أما مركزها فقد سجل بجماعة أربعاء توريرت في إقليم الحسيمة. وعينت ناظور سيتي تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أصحابها بأنهم شعروا بالهزة التي وصلت إلى تسافت وإجرماوس بالدريوش، إضافة إلى أربعاء توريت والنكور. جدير بالذكر أن منطقة البوران بالريف تشهد منذ مدة عدد من الهزات الأرضية، ضمنها 7 هزات ارتدادية سجلت في الفترة الأخيرة، وتراوحت قوتها ما بين 2 و 3.5 درجات على سلم ريشتر.